مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. كشف حسن أقصبي الناطق الرسمي لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم أن المكتب المسير تعرض لمضايقات كبيرة من طرف الأمن الخاص ومسؤولي فريق الفتح الرباطي خلال المباراة المؤهلة لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. وأفاد أقصبي في تصريح لشوف سبور أن المسؤولين عن الملعب منعوا المكتب المسير من النزول إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التقرب من اللاعبين وتقديم الدعم النفسي ومساندتهم بعدما قدموا مباراة رجولية وظلموا من طرف الحكم التونسي في العديد من المناسبات. نترككم مع تصريح أقصبي. راك شفتي الى تبعتي في التلفزيون، راك شفتي داك المهزلة التحكيمية اللي كان، ان داك الشيء بكل صراحة كان بين العيان بانه كان الاشياء ما كانش غاديه في الاتجاه الصحيح من ناحيه ديال التحكيم. وخير دليل انه ما كايناش اصابه نهائيا، هذاك الاصابه الثانيه ما كايناش لا وجود لها، وحتى تبعها الحكم واخا كان يبقاو يدوزوا 10 20 مره ما غادي يقرروش بانه هذا. ما بكل صراحه هذاك الحكم ديال الشرط من بدات المقابله هو خدام كيهز الفرايات وكي هذا، هي لانه الحكم الوسط عطى واحد المجموعه ديال الاخطاء في المربع ديال العمليات، منهم جات ضربه الجزاء ومنهم جات الاصابه الثانيه اللي ما كايناش، وهذا الشيء اللي جعل كل شيء يحتج على الطريقه ديال التحكيم اللي كان. ونضيف لك انه كان واحد الخليط سوء ديال التنظيم اللي جعل المكتب المسير للمغرب الفاسي يتعرض لمجموعه المضايقات من طرف الامن الخاص ومن طرف المنظمين، رغم انه كانوا عندنا ذاك البطائق المرور وكل شيء، ولكن ذاك الشيء ما كيشرفش لي لانه تكرفصوا على المكتب باكمله. انا اللي تهمني هو التحكيم، ما كانش منصف شكون داخل وشكون المتداخلين في اللعبه، راهم معروفين. اللي تهمني هو التحكيم ما كانش منصف، كان مايل لما الفتح والمغرب الفاسي كلهم فرق وطنيه، كلنا كنتمنى ما نكونوش ما نلعبوش المغاربه في هذا، وتبقى الفرصه متاحه للفرق كلها باش تنافس خارج الوطن. ولكن ملي عطات القرعه هذا الشيء هذا كنعتقد بانه التحكيم كان خصو يلعب دور يقبض العصا من الوسط كيف كيقولوا. دائما مع اخبار كاس الاتحاد الافريقي، كشف مسؤول داخل الفريق اتحاد طنجه لكره القدم ان اجواء المباراه التي اجريت يوم امس الاحد امام فريق حوريا كوناغري لا تمت بالمبادئ الرياضيه بالمره، مشيرا الى ان خصمه تعمد اخفاء اثار جريمته تجاه لاعبي طنجه وذلك بمنع طاقم قناه الرياضيه من التصوير. واكد مصدرنا ان مسؤولي فريق كوناغري احتجزوا كاميرات القناه الرياضيه وتعاملوا بطريقه فضة مع الصحفيين، مشيرا الى ان الكاميرات بقيت بحوزتهم الى غايه نهايه اللقاء بنصف ساعه، كما انهم خصصوا رجال امن خاص لمنع الصحفيين من التصوير بالهاتف النقال ولم يرافقهم الى الفندق كما هو متعارف عليه داخل الاتحاد الافريقي. واوضحت المصادر نفسها ان اللاعبين عانوا من كثره الاخطاء التحكيميه خاصه بعدما تغاضى الحكم البوركينابي جيست أفريم عن ضربتي جزاء. أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن لائحة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الفتى الذهبي التي تمنح لأفضل ناشئ في أوروبا، وضمت قائمة 3 لاعبين من المغرب من أصل 100 لاعب، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق نوري لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وأيمن برقوق لاعب فرانكفورت الألماني، بالإضافة إلى المهاجم أسود الأطلس يوسف أنصيري الممارس بفريق مالاغا الإسباني رغم الانتقادات التي وجهت له من طرف المؤطرين المغاربة. اختير عمر القادوري اللاعب الدولي المغربي من طرف موقع هوت كورت ضمن التشكيلة المثالية للكالشيو بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع فريقه الإيطالي. وقدم الدولي المغربي مستويات جيدة مع فريق كامبولي وسجل هدفا رائعا مع فريقه الوحيد في مباراة بيسكارا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. ونال اللاعب الدولي المغربي القادوري رفقة فريقه في مباراة الهامة أمام بيسكارا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في
كل شباك 8.7 حسب الموقع المختص في الإحصائيات اللاعبين المحترفين، ونتمنى أن يواصل مستوياته الجيدة مع فريقه الإيطالي للعودة والمشاركة رفقة المنتخب المغربي في المباراة المقبلة أمام هولندا. بهذا وصلنا لنهاية الموجز الرياضي، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.